السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة. باش ما نطولش على خوتي، نمروا الآن الأهم عناوين حلقة اليوم. بكل فخر أدقتم أصنادلية كاية من مجلس الأمن الدولي، والجزائر فشلت في إقناع مجلس الأمن بالحرب الوهمية في الصحراء المغربية. أقوى وأكبر دولتان في العالم الصين والهند تصفعان الجزائر والبوليزاريو من داخل مجلس الأمن وتدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. يوم الانتصارات بدون منازع، أنجيلا ميركل تسكت قلب شنقريحة وتبون وتصفع أصنادلية وتعترف مغربية الصحراء. بريطانيا تتهاجم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية بالأمم المتحدة، وأمريكا بقيادة بايدن تدخل على الخط وتثنيها عن فعلتها. رئيس الحكومة الإسبانية يطلب من المحتجزين بمخيمات تندوف العودة إلى المملكة المغربية ونسيان الأحلام والأوهام. مرحبا بكم من جديد. منية جابت الصنادلية بهزيمة مدوية خلال جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص بعثة المينوسكو، بعدما كانت تمني النفس بالاعتراف بحربها الوهمية المزعومة، ولجأت إلى كل الطرق من الدعاية إلى البيانات لتقنع مجلس الأمن بهذه الحرب التي لا توجد على الواقع ولم تكن محل توثيق ورصد من قبل عناصر المينوسكو. وهو ما سبق ولخصناه في عدة مقالات، حيث دفعت جبهة الصنادلية بالشباب والشيوخ للانتحار بحجة الحرب الوهمية وبغرض تقديمهم قربان في سبيل حصولها على مقعد والرجوع إلى مائدة المفاوضات التي تخلت عنها بإرادتها ولم يضربها أحد على أيديها. جبهة الصنادلية بعد فشلها في تمرير ما يخدم مصلحتها في مجلس الأمن خرجت ببيان تتهم من خلاله مجلس الأمن من جديد بالتقاعس ونعتته بأقدح النعوت. جبهة الصنادلية التي تعاني من تضخم الأن وتحسب نفسها شيئا اصطدمت بالحقيقة المرة وبأن المنتظمة الدولية لا يبالي بخزعبلاتها وبياناتها الفارغة، وقام مجلس الأمن بوضع الأمور في نصابها وإعطاء الصنادلية حجمها الحقيقي دون أن يلتفت لما قدمته من تقارير مغلوطة، واعتمدت على آليته الذاتية في تحديد طبيعة التعامل مع الملف، وبالتالي اتخاذ إجراءات شكلية صدمت جبهة الصنادلية التي لم ينفعها الدعم الجزائري ومحاولتها الالتفاف والدفع بكل الوسائل لاستصدار ما يخدم مصلحتها. بيان الصنادلية وهو يتحسر على عدم اعتراف مجلس الأمن بوجود حرب فعلية، ناقد البيان نفسه وهو يدعي التزامه بالتعاون للتوصل إلى حل سلمي، وفي نفس الوقت يستمر في دعايته للحرب بسبب ما أسماه تقاعس مجلس الأمن والأمم المتحدة. فمتى ستقتنع قيادة الصنادلية بفشلها الذريع وتعترف بالهزيمة الكارثية، أم أنها ستدس رأسها في التراب كالنعامة وتنحني لمواجهات والضربات القوية التي تتلقاها كل يوم في سبيل تحكمها في مصير الصحراويين بمخيمات الدل والعار بتندوف وطلبا لمصالحها وخدمة للأجندة المعلومة الجزائر؟ الجزائر والفرنسية لم يدرسوا الحكمة التي تقول الكذب لا يغير حقيقة وإنما يؤجلها فقط، ففي أي خانة سنضع البلغة العسكرية، أقصد البلاغات العسكرية للصنادلية والفرنسية. وجه مجلس الأمن الدولي صفعة قوية لكل من الجزائر وصانعاتها الصنادلية أمس الأربعاء عقب رفضه على جميع الطلبات المقدمة من طرف الجزائر الصانع الحقيقي للصنادلية. وأجهد أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة المنورات في الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية، حيث كانت الجزائر تنوي طرح نشوب حرب وهمية في الصحراء المغربية لإثارة انتباه مجلس الأمن الدولي كما قلنا قبل قليل. وكان موقف الهند خصوصا والصين مثيرا ومدافعا عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية بشكل ضمني، حيث دعمت نيوديلهي وحدة المغرب الترابية متصدية للطرح الانفصالي في صفعة قوية للجزائر. هذا وشكلت جلسة أمس انتصارا جديدا مدويا للمملكة المغربية بإجهاد مناورات جارة الشرة الشرقية المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية،
حيث حمل مشروع إعلان مشترك صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى تجنب التصعيد في النزاع بالصحراء المغربي. وكان موقف كل من الهند والصين ودول إفريقية عدة مساندة للمغرب، حيث اعتبرت أنها يمكن أن يساء تأويل ويؤدي إلى نتائج عكسية. ودعا مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث أممي جديد من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة في أسرع وقت ممكن ودعم جهود المينوسو. هذا وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي ذو مصداقية ومن شأنه إنهاء هذا النزاع المفتعل من طرف الجزائر على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي اعتبرت الحكم الذاتي حلا واقعيا جديا وذو مصداقية. هذا وأشاد أعضاء المجلس أيضا بالتعاون المغربي مع بعثة المينوسو، ولا سيما لتلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 والتي يقودها جلالة الملك محمد السادس. قام قبل قليل البرلمان الألماني بزعامة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برفض وتقبير توصيات حزب الخضر واليسار الألمانية الداعم لجبهة الصنادلية، ويتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية. هذا وأعلن المغرب قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية وأولهم قضية الصحراء المغربية. وكان وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في رسالة إلى أعضاء الحكومة المغربية قرر قطع علاقته مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، وهو ما استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية. فهل يعتبر هذا الدرس الذي قدمته المملكة المغربية لألمانيا السبب في تراجع الألمان عن قراراتهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية؟ نشر حسب ما قيل الحساب الرسمي للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة بنيويورك تغريدة ظهرت أمس عقب مشاركته في مجلس الأمن، حيث تم بحث نزاع الصحراء المغربية المفتعل من طرف الجزائر وصنيعتها الصنادلية. وحثت التغريدة الأطراف على وقف الحرب والتعبير عن دعم لندن لجهود تعيين مبعوث جديد وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ينص على تقرير المصير قبل حذف تغريدة بعد ساعات من نشره من دون توضيحات. وكان قد لخص من خلال التغريدة الموقف الذي أدلى به الوفد الدائم للمملكة المتحدة في مجلس الأمن، والذي دعا بشكل واضح طرفي النزاع جبهة الصنادلية والمملكة المغربية على احترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 والبحث عن سبيل آخر للتوصل لحل يضمن حسب تعبيرهم للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بين مزدوجتين. هذا وأكد خبراء ومحللين سياسيين أن سبب تراجع المملكة المتحدة عن تغريدتها وموقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية هو تدخل أمريكي قوي لتنهي بريطانيا عن سياستها وعن موقفها المعادي للمملكة المغربية ولوحدة ترابها. طالما الرئيس السابق للحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيز أمس من الصحراويين بمخيمات دوف الرهان على حل سياسي واقعي، لأن السياسة إن لم تكن واقعية فهي شيء آخر، ربما حلم أو يوتوبيا مدمرة. وفي كلامه رسالة دل مفادها أن الواقعية السياسية هي الحل لإخراج الصحراويين المحتجزين بتندوف فوق التراب المغربي المحتل من طرف الجزائر من الأوهام والأحلام التي تبيعها لهم قيادات تكنت بن عكنونة. وتدخل تباتير كضيف عبر تقنية الاتصال عن بعد في الذكرى الأولى لحركة الصحراويين من أجل السلام التي عقدت أمس في العيون عاصمة الصحراء المغربية، وخدمة لإحياء ذكرى إنشاء هذه المنظمة المنشقة عن جبهة الصنادلية والتي تدعي أنها طريق ثالث بين المغرب والصنادلية.
تاباتيرو لم يشر صراحة إلى المغرب أو الصنادلية في خطابه أمس، لكن تلميحاته كانت واضحة أنها موجهة للصنادلية من أجل قبول حل واقعي. وبهذا المعنى كان الرئيس الإسباني السابق مؤيد للسلام بشكل لا بأس فيها. السلام هو اتفاق، وفي إشارة إلى التعنت الذي تبديها جبهة الصنادلية وصانعتها الجزائر في موقفهما. وأصر تاباتيرو الذي يدافع عن الهوية الصحراوية بعد 45 عاما من بداية حرب الصحراء، هناك حاجة إلى تفاهم لا بأس فيها بين أولئك الذين بدأوا النزاع. وأصر المشاركين الآخرون في المنتدى الذي نظمته حركة مجتمع السلم، وهي حركة أسسها الحاج أحمد بيركال القيادية السابقة المنشقة عن الصنادلية، على الحاجة إلى حوار والالتزام بالتقدم في صراع ظل راكدا منذ أكثر من 20 عاما بسبب استحالة الوصول إلى أقل تسوية بين الطرفين. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة مساء إن شاء الله.